اوكي احنا لايف حاليا. اتاكد بس من دخول الناس. اوكي اوكي مساء الفل يا جماعه، اهلا وسهلا بيكم. البث الخاص اليوم هو بث استثنائي. احنا طبعا موعدنا دايما على الصفحه بيكون كل يوم جمعه في بث خاص بنتكلم فيه باستمرار عن نظريه التطور. اليوم بيشرفنا في الوجود بالاشتراك مع اسبوع العلوم العربي دكتوره رنا الدجاني، وهي أستاذ دكتور متخصص في البيولوجيا الجزيئية، فإن شاء الله هتشاركنا في البانل ديسكشن دي إن شاء الله في الموضوع المذكور في العنوان، وهو أصل الإنسان في ضوء نظرية التطور. فأنا برحب بيها طبعا معاكم، وأنا حبيت بصراحة إن المشاركة الثانية اللي هي تكون في أسبوع العلوم العربي مع ختام أسبوع العلوم العربي تحديدا تكون من خلال الصفحة، لأن أنا شايف إن الحقيقة يعني قيمة الصفحة هي فعلا جاية منكم، يعني قبل ما تكون من إضافاتي أو من أي شيء أنا بعمله هي جاية منكم أنتوا، فلازم يكون جزء من الفضل ليكم في إن أنتوا تحضروا معانا الديسكشن دي. وأرجو يعني بكل ما أوتيت من قوة إنها تكون إضافة ليكم، وإنها تكون كمان مفيدة على مستوى الطرح. الطرح ده تحديدا طرح في منتهى الصعوبة، ويعني بنحاول اهو ربنا يقدرنا احنا نحاول نقرب الصورة ليكم وتكون افضل في التصور وفي الفهم من خلال التخصصين دول، تحديدا تخصص البيولوجيا التطورية اللي بمثله شخصي، و تخصص البيولوجيا الجزيئية أو علوم الجينات اللي بتمثلها دكتورة رنا الدجاني. كنت شرفت بالاشتراك معاها برضو قبل كده في واحدة من حلقات البرامج التلفزيونية من شهور بسيطة، وكان برضو الكلام عن نظرية التطور بشكل عام. فاليوم احنا مخصصين الكلام في حدود جزئية محددة، وهي الجزئية الأكثر يعني إلحاحا عندنا في الأسئلة وغيرها، وهي فكرة أصل الإنسان. أهلا وسهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا في الجميع، وشكرا لترتيبك لهي الفعالية، وإن شاء الله كلياتنا عم نيجي نتعلم مع بعضنا البعض إن شاء الله. إن شاء الله. اسمحي لي في البداية بس أنا أقدم يعني مقدمة بسيطة كده عن السرديات القديمة لفكرة أصل الإنسان في الحضارات القديمة شوية، وبعد كده وصولا لنظرية التطور والطرح الخاص بيها، وبعد كده هنتداول الموضوع بيني وبين حضرتك في عدد من الأسئلة خاصة بالتخصص بتاع حضرتك تحديدا، وبعد كده نتيح الفرصة أكتر للأسئلة بتاعت المتابعين. الفكرة بتاعت أصل الإنسان هو سؤال ملح جدا على الإنسان عموما من بداية بزوغ الوعي. احنا في علوم بيولوجيا التطور بنتكلم ان في اخر 70,000 سنة كان في نتاج لعدد من الطفرات الجينية ادت لان الوعي البشري حصل فيه تقدم بشكل كبير جدا عن ما قبل. عرفنا ده منين؟ عرفنا من امور كتير، عرفنا من الرسومات اللي في الكهوف، عرفنا من طقوس دفن محددة بقت مختلفة تماما عن قبل كده، عرفنا من بعض الآثار اللي كان بيسيبها الإنسان القديم قبل 30 و40 ألف سنة، تقدم واضح جدا في الصناعات البسيطة، حتى الصناعات الحجرية كانت واضح جدا إنها تقدمت بشكل مختلف عن قبل كده. فمن كل الأمور دي طبعا مع التراكم بقى ابتدت تظهر في آخر 12 ألف سنة فكرة الزراعة، وبعد كده اكتشفنا فكرة الكتابة واللغة والتواصل والدين حتى وكل الامور دي، وصولا طبعا للعلم التجريبي اللي بقى موجود في اخر 300 400 سنه.
كل ده نتاج لبزوغ الوعي في آخر 70,000 سنة. طيب، بسبب البزوغ اللي حصل من 70,000 سنة ابتدت مجموعة من الأسئلة تلح على البشر وقتها. البشر وقتها احنا بنتكلم من 70,000 سنة وصولا حتى ل 12,000 سنة، كان البشر بيعيشوا في جماعات صيد وجمع، فبالتالي هي جماعات بسيطة تعدادها لا يزيد عن 200 فرد. فابتدت الأسئلة تكون عبارة عن إحنا منين؟ وإحنا هنا ليه؟ وإحنا جينا إزاي؟ وإيه السبب في وجودنا؟ وهل في تشابه بيننا وبين الكائنات الحية اللي حوالينا في البيئة اللي إحنا فيها ولا لأ؟ كل دي كانت أسئلة بتطرح. الثقافات القديمة لما ابتدت تحاول تجاوب على أسئلة زي دي ابتدت تروح لما يسمى بالتفكير السحري، أو اللي هي التفكير اللي إحنا بنسميه أحياناً تفكير خرافي إلى حد ما، لكن هو التسمية الأفضل ليه من وجهة نظري هي التفكير السحري، لأن ده سيطر على البشر فترة طويلة جداً آلاف السنين. فده كان بيؤدي لأفكار مثلاً زي إن الجماعات الأسترالية الأصلية مثلاً تعتقد إن في جبل، من الجبل ده ظهر البشر، يعني هو ميلاد البشر كان من خلال الجبل ده. جماعات تانية مثلاً، جماعات بدائية تانية تعتقد في إيه؟ إن البشر عبارة عن كائنات منفصلة تماما، مختلفة تماما عن باقي الكائنات الحية، وظهرت في وقت محدد. ودايما كانت الثقافات القديمة ما بتتكلمش عن آلاف السنين أو ملايين السنين، لكن كانت بتتكلم عن عدد محدود جدا من السنين، لأن لحد يمكن القرن ال19 كان الطرح الموجود إن عمر البشرية وعمر الأرض عموما لا يتجاوز 6,000 سنة. دي كانت الطروحات اللي كانت موجودة في الثقافات القديمة. جت بعد كده بعض الثقافات الأحدث شوية ابتدت تهذب إلى حد ما من التفكير ده، فابتدت تطرح ما يسمى بميثولوجيا، فابتدت تبقى روايات إلى حد ما أقرب للتخيل من العقل البشري، وابتدت الجماعات تجتمع عليها لفترات طويلة جدا، وابتدوا يعتقدوا إن هي دي الحقيقة المطلقة لفترات طويلة جدا، وصولا ل فكرة بقى العلم التجريبي ونظرية التطور لما ابتدت تطرح طرح مختلف تماما، وهو إن الإنسان ينتمي لمجموعة القردة العليا، وإنه هو جزء من المملكة الحيوانية، وإن إحنا بنقدر نصنفه علميا زي ما بنصنف أي كائن حي. وابتدينا نشوف إيه الأسباب اللي بتدفعنا إن إحنا نعتقد في كده ونبقى مقتنعين بكده، وابتدت الأدلة تصب في صالح الطرح ده تحديدا في آخر 150 سنة. ده كده طرح بسيط عن الأفكار القديمة والأفكار الحديثة. وأنا أرجو في من المتابعين خلينا دايما حريصين جدا على إن إحنا نخلي الطرح بتاعنا علمي شوية، يعني بنروح ناحية إن إحنا بنشوف الطرح العلمي الحديث إيه ونناقشه، وإلى حد ما نبدي بعض الاحترام للتراث القديم بتاعنا لأنه كان تراث بشري محدود بحجم المعرفة اللي كان في الوقت ده. فخلينا طيب نبتدي مع دكتورة رنا. أحب أبدأ بس المناقشة مع حضرتك بسؤال يهمني أنا شخصيا جدا إن أنا أتعرف على إجابته من حضرتك، وهو إن كيف كانت البيولوجيا الجزيئية أو علم الجيناتكس يعتبر اختبار صعب لنظرية التطور تحديدا في الجزئية الخاصة بأصل الإنسان؟ تمام، شكرا على سؤالك، والحقيقة سؤالك مهم جدا لأنه معظم الأدلة لنظرية التطور كانت تجي من الأحافير، والأحافير مش كاملة وبتضلها بندرسها من الشكل الخارجي مش من الشكل، ما راح تعطينا معلومات دقيقة على الشكل الداخلي. فلما طور علم الجينات وعلم الوراثة والأحياء الجزيئية واكتشافنا لمادة الدي ان اي كمادة وراثية، واكتشافنا وتحليلنا للجينوم الإنسان وبالتالي الجينومز الكائنات الحية المختلفة الأخرى، هي أتاحت لنا الفرصة إنه نحن نقدر نقارن الدي ان اي تبع الإنسان مع الدي ان اي للكائنات الحية الموجودة الآن معنا لنشوف مدى القرابة، ومع الدي ان اي للكائنات التي عاشت قبلنا اللي بنقدر ناخذ الدي ان اي تبعتها من الأحافير ونستخلصها ونطلع عليها.
اللي هو أخذ النوبل برايز بالطب بالشهر بهذا الشهر بسبب استطاعته أنه يقدر يستخلص الدي ان اي من الأحافير القديمة جدا 30,000 و40,000 سنة ويقارنها بالدي ان اي تبع الإنسان. هي عطتنا خلينا نقول الدليل القاطع عن مدى قرابة الإنسان بأنواع أخرى من الكائنات اللي هي بتشبهه، بالتالي على نفس خلينا نقول الأغصان الشجرة اللي منها بنقدر نحن نتبع من وين أصل الإنسان وأصل البشر. وهذا مش بس الإنسان والبشر، إنما جميع الكائنات الحية بتشترك بالدي ان اي اللي هو من البكتيريا للإنسان وجميع الكائنات الحية اللي بيناتهم كلياتهم المادة الوراثية تبعتهم واحدة اللي هي الدي ان اي. اللي بيختلف اللي هو ترتيب خلينا نقول المواد البنائية اللي هن أربعة، كيف بيترتبوا وعددهم وكميتهم هي اللي بتعمل الفرق بين الإنسان، الضفدع، البكتيريا، الفار، الفيل والشمبانزي. فهذا بشكل عام خلينا نقول شو أثر كان الأحياء الجزيئية في إيجاد الأدلة على نظرية التطور. وببساطة بما أنه كلياتنا عندنا نفس المادة الوراثية فالمنطق بيقول أنه أصلنا واحد، وإنما مع التطور بمعنى تغير البيئة حولنا ومع مدة طويلة يعني ملايين مئات الملايين من السنين استطاع أنه يصير في تطور أو نشوء أنواع مختلفة من الكائنات الحية بتقرب بعضها بعض بحسب تشابه البيئة اللي أثرت على الدي ان اي باختلافها أو ب similarity يعني تشابهها. تمام إلك، فأنا جاوبت إن شاء الله سؤالك فبرجع المايك إلك. تمام مع حضرتك يا دكتور. أنا جاوبت، ما سمعت، جاوبت سؤالي. تمام تمام تمام. طيب كان في جزئية دايماً بتقابلنا لما بيجي نتكلم في جزئية التشابه الجيني، وهي إن بعض المتابعين بيعتقدوا إن لما بيجي نعمل comparative analysis أو مقارنة جينية بين نوعين من الكائنات الحية بيفترضوا إن عشان أوصل لنسبة التشابه بشكل دقيق لازم يكون الدراسة تشمل الجينوم بالكامل. فهل ده صحيح؟ يعني هل بيتم المقارنة على الجينوم بالكامل ولا يكفي جداً إن إحنا ناخد أجزاء محددة من الجينوم هي القابلة للمقارنة؟ نعم، الحقيقة نتبنى الطريقتين. إذا كان أتيح لنا جميع الجينوم نستخدمه للمقارنة، ولكن مش دائما متاح جميع الجينوم حسب الكائن الحي اللي نقارن فيه، غير تكلفة إني أقارن كل الجينوم وتعقيد هذا الإشي. فبالعادة منقارن في أجزاء اللي أوريدي نحن نعرف هي conserved، يعني هي ما تغيرت كتير عبر ملايين السنين وعبر الكائنات الحية. هناك بنبدأ، ففي جينات زي بنسميهم housekeeping genes اللي هي مشتركة، الأكتين مثلاً مشتركة بجميع الكائنات الحية أو بعض الإنزيمات، هدول بنلاقيهم بالبكتيريا بنلاقيهم بالإنسان، فهدول المنقارن فيهم لنلاقي مدى الاختلاف. مكان آخر منقارن فيه اللي هو الميتوكوندريال دي ان اي، لأنه الميتوكوندريال دي ان اي نحن نورثها من أمهاتنا، فهذه خاصة إذا عم نقارن ب خلينا نقول الكائنات الحية اللي أقرب إلنا في الشجرة، لأنه الاختلاف أو تراكم الاختلافات في الميتوكوندريال دي ان اي بتكون قليلة لأنه منورثها من أمنا، ما بيصير فيها خلط اللي هو بالتكاثر الجنسي بحيث تخربط مقارنة بالنيوكليير دي ان اي. تمام، فكلاهما طرق لبيان مدى القرابة بين الكائنات الحية. في جزئية أخرى برضو في الجزئية الخاصة بالمقارنة الجينية، وهي فكرة إن لو إحنا مش عندنا الجينوم بالكامل أو من الصعب دراسة الجينوم ومقارنة الجينوم بالكامل بين نوعين من الكائنات الحية، ليه في جزم شامل بإن نسبة التشابه 98.8% بين الإنسان والشمبانزي؟ ليه إحنا بنبقى عندنا بيعتبروها نوع من القفز على الحقيقة إن إحنا نقول إن نسبة التشابه 98.8% في حين إن لم تتم الدراسة للجينوم بالكامل؟ فتوضيح النقطة دي إيه؟ لا، بالشمبانزي تقارن كله بالكامل، انا بحكي على الكائنات الحيه اللي اندثرت
هدول القديم. مع القديمه، يعني مع انه هلا توصلنا النياندرثالز قدرنا نعمل سيكونسينج للجينوم تقريبا كامل، بس صحيح. الشمبانزي كامل يعني بالكامل المقارنه، فلما نقول النسبه 99% هذه يعني اقرب يعني ما تكون طبعا للحقيقه لاي شيء بنحسبه. غير ان احنا لما كمان بندعم التشابه ده من خلال مصادر مختلفه، يعني من خلال النيوكليار دي ان ايه، او اللي هو الدي ان ايه الخاص موجود بالنواه بتاعت الخلايا، لما نضيف عليه كمان نسب التشابه من الميتوكوندريال دي ان ايه ومن الواي كروموسوم ومن البروتينات المختلفه، فبالتالي احنا بنوصل لنفس النتيجه كل مره. احنا ممكن نشك لو بنوصل لنتيجه مختلفه في كل دراسه على حدة، لكن لما كل الدراسات بتصب في نفس الاتجاه ان اقرب كائن للانسان هو الشمبانزي، فهي دي اللي بتبقى بتدينا دليل اقوى على ان هو فعلا من اصل مشترك مع الانسان. جزئية كمان برضو بعض الناس بتسأل فيها كتير، هل ممكن نستدل من الجينات على السلف المشترك ولا بالضرورة لازم يكون الحفرية الخاصة بيه موجودة؟ لا طبعا مش ضروري تكون الحفره في الخاصه موجوده، بالتحليل والستاتستكس والداتا تكنولوجي والسوفت وير انت بتقدر تاخذ شو اللي موجود من الدي ان اي الان للانسان وشو بتقدر تجيب من الكائنات الحيه الموجوده الان اللي بتشبه الانسان او ومن الاحافير، بتجمع كل هاي الداتا وبيصير في تحليل لها وبينحسب. يعني في عندنا شغله بنسميها مولكيولر بيولوجي كلوك، ساعه جزيئيه بيبين تراكم الطفرات، الطفرات. ايوه تراكم الطفرات حسب طبعا على اي منطقه من الجينوم بنحكي عليها، النيوكليور جينوم وحتى جوا النيوكليور جينوم اي منطقه بنقدر نحسب بالضبط قديش تراكم الطفرات بتاخذ وقت، ومن هاي عندي ساعه بقدر اقارن متى كان مثلا شخصين، حتى على مستوى اليوم بقدر اخذ شخصين، واحد مثلا من افريقيا واحد من اوروبا او من شرق اسيا او من خلينا نقول الناس الاصليين من امريكا الجنوبيه، واقارن بيناتهم اقدر اعرف ايمتى كان الجد الاصلي المشترك صحيح. بيناتنا كلياتنا، لاني بقارن بمناطق الدي ان اي هاي قديش تراكمت طفرات، وعلى نفس المنوال بقدر اقارن باي كائن حي ايمتى كان الجد الاكبر مشترك لحتى للضفدع بقدر ارجع لورا، فما بالك بالشمبانزي اللي هو اقرب بكثير، وهي كلياتها يعني بنقدر نحسبها بدقه. طبعا كله في بلس ماينس كم سنه، فلما نقول مش دقيقين مش قصدنا مش دقيقين انه النظريه غلط، لما نقول مش دقيقين يعني صحيح. ممكن نكون زائد 100,000 سنه ناقص 100 سنه، يعني اكثر من 100 سنه 10,000 سنه، بس مش رح تفرق 10,000 زائد او ناقص من وسط ملايين. ايوه نعم صحيح. طيب وبالاضافه بالنسبة عفوا وحتى بنتاكد من اعمار كل هاي الاشياء لما نعمل كاربون ديتينج، نتاكد من عمر الاحافير اللي بنقارن فيها الدي ان اي، من عمر خلينا الطبقه اللي بنلاقي فيها الاحافير ايضا، فهذه كلها دلائل بتجمع على بعض، لانه احنا كعلماء دائما بنحب الدلائل، ما بنحب دليل صحيح. واحد، بنحب عده دلائل من جميع الجهات لنتاكد انه نظريتنا صح وتحليلنا صح واستنتاجنا صح. بعض المتابعين برضو بيتكلم في ان لما بيستخدموا العلماء الراديومتريك ديتينج او الكربون 14 في فحص عمر الحفريه مثلا، هم عندهم اعتقاد ان الكربون 14 هو الحاجه الوحيده، فالكربون 14 معروف ان المدى بتاعه وصولا ل 50 60 الف سنه بس مش اكتر من كده، فاحنا محتاجين برضو نوضح للناس ان في حاجات تانية، يعني في البوتاسيوم 40 وفي اليورانيوم 235، فكل الحاجات دي برضو ليها مدى أبعد كتير، في بعض أنواع العناصر المشعة بيوصل المدى بتاعها لأكتر من عمر الحياة على الأرض حد ذاته يعني، فإحنا نقدر نقيس من خلال حاجات تانية خالص، مش لازم كمان من الحفرية نفسها. إحنا ممكن علماء الحفريات يفيدونا في حاجة زي كده، إن هم أحيانا بيحللوا عمر الصخر نفسه أو الطبقة الصخرية نفسها اللي فيها الحفرية، مش الحفرية ذاتها كمان. طيب في نقطة برضو مهمة في الجزئية دي، ليه مثلا ان احنا بنصنف في البيولوجيا التطور حوالي 21 نوع بشري كلهم ينتموا لجنس واحد اللي هو جنس الهومو، فليه علماء بيولوجيا التطور من خلال بيولوجيا الجزيئية بنعتقد ان الانواع دي انواع مختلفة تنتمي لنفس الجنس لكن هي تصنيفيا انواع مختلفة، وليه مش بنعتبر النياندرتال او الدنيسوفا او الهومو اريكتس مثلا عباره عن عرق بشري فقط؟ يعني ليه مش بنعتبره
مجرد عرق بشري؟ ليه بنعتبره نوع بشري مختلف؟ الحقيقة منقارن بس مقارنة الدي ان اي، كمان منقارن انه هذه الكائنات الحية قديش اختلافها عن الانسان. الصوت بس مسموع. الكرة صوت كمان. بقول بيقارن عندما يحدد انه هذا نوع مختلف عن الانواع الثانيه بمستوى الجينس والسبيشيز، في كرايتيريا معينه ينطبق عليها وبناء عليها بنعمل هذا التحليل. وهي الكرايتيريا كانت اول شيء بتطلع على المورفولوجي من برا، يعني الشكل الخارجي لبعض الصفات اللي بتمثل ما هو الهومو سابينز او الانسان البشري، وايضا مدى اختلاف الدي ان اي بين الانواع المختلفه، واكثر شيء انه اذا صار في تزاوج بمعنى يطلع في كائن حي يقدر هو كمان يتكاثر. عده يعني هي عده اشياء كلياتها على بعض بتحدد انه هذا نوع بشري مختلف عن انواع اخرى. الان بالنسبه للانسان الهومو سابينز ما في الا نوع واحد اللي هو نحن، الباقي الانواع يعني صار لها انفرد. اكستنكشن، اندثرت. بالتالي بما انها مش موجوده فهي اكيد مش هومو سابينز، لان والا كان نحن موجودين، فهي مختلفه بمعنى ومدى الاختلاف بناء على خلوص بنسميهم شجرات، يعني بنقارن بنقول هذا فيه صفات، اذا فيه هذا فهو جزء من هذا الشيء، اذا ما فيه هذا الصفات بنروح لطبقة ثانية بحيث نصنفه على شجرة الإنسان وين هو. جميل. طيب هو جينيا ممكن نوعين مختلفين بينهم مسافة جينية مش كبيرة زي الهومو سيبيان والهومو نياندرتال، هل المسافة الجينية اللي بينهم تسمح بتزاوج زي ما سافيان بابو كان يتكلم في الأبحاث بتاعته اللي حصل بسببها على جائزة نوبل السنة دي؟ هل ممكن التزاوج بينهم ينتج نسل خصب ولا لا؟ هذا السؤال، يعني هلا نحن بنعرف اول شيء كانت الناس تعتقد انه ما صار في تزاوج ابدا بين النياندرتال والانسان، وبعد ما قدر بابلو يطلع الدي ان اي من الاحافير للنياندرتال ويحلل الجينوم تبعه ويقارنه بجينوم الانسان، وجد انه في عندنا اجزاء مرات ل 30% من الدي ان اي تبعتنا جاي من النياندرتال في بعض البوبيوليشنز، فهذا بدليل انه صار في تزاوج قبل ما هو النياندرتالز كانوا موجودين بين قبل 100 الف سنه ل 30 40 الف سنه بالماضي، فصار صحيح. في تزاوج في وقت ما، والا هذا التفسير الوحيد انه النياندرتال جزء منه الدي ان اي تبعه موجود عندنا. هلا هل السؤال هل صار في نوع يعني شو سميته انه يقدر يتكاثر؟ الحقيقه او شيء ما عندنا الاثبات صح، ولكن بما انه في بقايا من النياندرتال دي ان اي عندنا معناته نعم كان في بعض منهم بعد ما تزاوجوا كان في خصب كائنات حيه بتقدر تتكاثر، والا صحيح. ما تورث النياندرتال دي ان اي. طبعا هذا بيميزه عن انه نكون نحن ورثناه من جد اكبر، يعني صحيح. التفسير الاخر انه كان في جد اكبر عشان هيك نحن مشتركين، لا، كمية النياندرتال دي ان اي فينا اكثر من انه كان في بس جد اكبر، اكيد صار في تزاوج وطلع في يعني خلينا نقول ذريه، طلع فيها ذريه بتقدر تجيب اولاد، وبالتالي مشان هيك ضل بقايا. بس هلا النياندرتال بعدين اندثر، ليش اندثر ما بنعرف القصه كامله، ولكنه اندثر واللي ضل هو الانسان، وليش الانسان اللي ضل كمان هذا سؤال مثير عم لسه نحاول صحيح. نجاوبه، هل هو حجم العقل، هل هو عدد نيورون التشابكات بين النيورونز الخلايا العصبية، ما هي القدرات اللي خلينا نقول تطورت بالإنسان غير عن نياندرتال اللي جعلتنا نحن نضلنا موجودين والنياندرتال ما قدروا يضلوا موجودين، هو السؤال اللي بيثيرنا وبنضلنا نبحث عنه. جميل.
عايز برضو أوضح للمتابعين جزئية مهمة جدا وساهمت يمكن في صعوبة استيعابنا إحنا إن ليه نوعنا البشري هو الوحيد اللي عمل حضارة مثلا، وهي فكرة اسمها السوشيال سيليكشن، أو إن زي ما بالظبط في الانتخاب الطبيعي في كمان عندنا حاجة اسمها إن الثقافات نفسها أو الإنسان الحديث أو الهومو سيبيان في آخر 5000 سنة ابتدى يعمل نوع من نشر الثقافة نفسها، بمعنى إن الثقافة مش زي الجينات بتنتشر من جيل لجيل، لكن هي ممكن تنتشر داخل نفس الجيل بشكل عرضي، بمعنى إنها تنتشر بشكل سريع جدا في الشعوب المختلفة، ثقافة ممكن تنتشر من شعب لشعب تاني، فبالتالي دي ساهمت في نوع من القفزات في التطور وبزوغ الوعي والحضارة اللي احنا شايفينها في آخر 5000 سنة. كل ده بسبب ان الاول كانت المعلومات بتنتقل من جيل لجيل عبر الجينات فقط، هي في اخر 5000 سنه ابتدت تنتقل من جيل لجيل ومن شعب لشعب اخر عن طريق الثقافه، يعني الكتابه دي حملت المعلومات والمعرفه من جيل لجيل، فابتدى الموضوع يبقى مختلف تماما. تخيل انك انت كجماعه بشريه انقطعت عن الكتابه لمده 3 اجيال، هل حجم المعرفة الحالي هيكون زي بالظبط ما مرور الثقافة والكتابة من جيل لجيل حاليا ولا لا؟ تلاقي فرق كبير جدا، فالكتابة قد كده كانت ليها تأثير غير طبيعي في الحضارة وظهور الحضارة البشرية في آخر 5000 سنة. ولما نتكلم عن صعوبة إن ليه مش قادرين نستوعب إن ليه نوعنا بس هو اللي عمل حضارة، محتاجين ان احنا نقارن نوعنا عمل حضاره امتى قياسا لعمره على الارض. نوعنا موجود حسب علم الجينات في اخر 600 الف سنه، وطبقا لاخر حفريه من 315 الف سنه، لكن على مدار الزمن ده كله احنا ما عملناش حضاره غير في اخر 5000 سنه. فمهم جدا ان احنا نبقى متخيلين الجزئيه دي، ما نقيس باخر 5000 سنه على التاريخ بتاعنا كله، لازم نبقى فاهمين الابعاد بتاعت الموضوع وازاي اتطور، وإن تغير بسيط جدا ممكن يختلف معاه التطور البيولوجي والتطور كمان على مستوى الوعي. جزئية كمان يا دكتورة محتاجين برضو نوضحها قبل ما نبتدي نسمع لعدد من الأسئلة، الجزئية الخاصة بشجرة التطور. يعني لما نقول إن البكتيريا تطورت وخرج منها بعد كده اللي احنا بنسميها المالتي سيلولر اورجانيزم، زي بقى الفطريات والنباتات والحيوان وصولا للإنسان، لما علماء البيولوجيا التطورية وعلماء الجينات وغيرهم من علماء البيولوجي بيعتمدوا على الشجرة التطورية دي، أو اللي احنا بنسميها حتى لما أدمجنا معاها علم الجينات ابتدت تتسمى فايلوجيناتيك تري. الفايلوجيناتيك تري دي هل بتكون بناء على معلومات دقيقة فعلاً بيندمج فيها عدد من العلوم أو الفروع العلمية الخاصة بعلم البيولوجيا، ولا بتكون مجرد افتراضات مش مبنية على أدلة ومجرد حاجات ظنية مش أكتر؟ لا ال كل يعني اذا انا فهمت سؤالك، واذا لا بالله يعد لي اياه، اللي هو لا كل الافتراض احنا مبنيه على ادله ثابته 100% اللي بتسبب بيناتهم. ولكن اذا سؤالك على الحضارات وليش نحن هلا عملنا حضاره مقارنه بالماضي، هذه لسه لانه صعب هذا تلاقيه بالماضي، يعني ممكن كان في حضارات احنا بس بنطلع على اثاره صح، وكل ما لنا بنكتشف اكثر بنشوف اثار لحضارات اقدم، يعني هلا جديد لقوا اثار لحضارات قبل 10000 سنه مش بس 5000 سنه، ف والاثار خاصه الاجتماعيه مش حتبين الا يعني بدك تلاقي عن اثر عن ان يعني زي ما بيقولوا غير مباشر، تلاقي الاثار عن طريق كيف مثلا دفنوا الناس، شو الاثار على عظامهم، انه كان في رحمه، كان في يديروا بالهم على بعض، كيف كان مكان القبر مثلا المراه او الرجل، فكلياتها ادله غير مباشره نحن بنستنتج. ولا تنسى لما نحن نستنتج رح يكون استنتاجنا قاصر لانه مش شايفين كل الصوره. صحيح. رايي رايك وممكن هذا يكون قريب على الحقيقه وممكن يكون ابعد ما يكون عن الحقيقه، ولذلك هذا العلم ما زال في خلينا نقول بدايته، واكيد له حدود له ليميتيشنز لانه ما راح نقدر نرجع بالماضي ونشوف شو كانت طريقه الحياه،
بس اللي عم نكتشفه أكثر وأكثر إنه كان الإنسان متحضر إلى حد ما أكثر مما كانوا يظنوا العلماء في الأجيال الماضية. ولكن زي ما أنت قلت إنه في بناء تراكمي للمعرفة الاجتماعية، وإذا بدنا نسميها تطور اجتماعي، إنه نتعلم من جيل عن جيل عن جيل شو نعمل. ولكن بهذا الحدث بدي أقول مش كل مرة التطور الاجتماعي إيجابي، لأنه إذا بنطلع على الكابيتاليزم وين نحن وصلنا اليوم، بنلاقي هذا التطور الاجتماعي الحقيقة عم بيرجعنا لورا، عم نخرب البيئة حولنا والكرة الأرضية اللي أجدادنا وأسلافنا من 20,000 سنة ما كانوا مخربينها. فمش كل تطور بمعنى خاصة الاجتماعي هو إيجابي بالنسبة للإنسان أو للكرة الأرضية، لأنه نحن كمان ما بس نطلع على حالنا كبشر لوحدنا باستثناء، بدون ما نطلع على المنظومة البيئية المتكاملة وكيف حياتنا، كيف وجودنا على الكرة الأرضية بتناغم مع الكائنات الحية المختلفة. يعني إذا أنا نجحت ككائن حي هومو سابينز وخربت كل الكائنات الحية، أنا ما بعتبر هذا نجاح. النجاح إنما ضمن المنظومة البيئية اللي صحيح. كلنا بنعتمد على بعضنا البعض، وهذه جزء أصلاً من إنه إحنا خليفة على الأرض، في علينا مسؤولية إنه ندير بالنا على الكرة الأرضية تبعتنا. لذلك مش كل تقدم تطور خانون اجتماعي هو إيجابي، ولازم إحنا نتعلم دروس إنه ممكن بالعكس الأشياء الأساسية اللي خلتنا نتسمى هومو سابينز ممكن تكون هي الأشياء الجيدة اللي هلأ عم نخسرها، اللي هي الرحمة، التواصل الاجتماعي. وترى هون بدي أنوه إنه كتير من الدراسات اللي انعملت من علماء الغرب على التطور الاجتماعي عم يبين لنا الآن إنه بعض استنتاجاتهم كانت خطأ. بعض استنتاجاتهم كانت تقول عن قبائل وشعوب عاشت يعني خلينا نقول قبل 10,000 سنة أو 15,000 سنة، إنه هدول كانوا كتير شرسين وكانوا ما بيحبوا الغير، وهلأ عم بيكتشفوا أنه كان تحليلهم خطأ لهذا الإشي، لأنه كمان تحليل اجتماعي، وأنه في طرق تانية وبنفس الأدلة أنا أفسرها بطريقة تانية تبين بالعكس أنه هدول كانوا اجتماعيين وكانوا يحبوا الغير، وكانوا بالعكس هذا اللي خلاهم يضلوا عايشين to survive. فهذا علم جديد زي ما قلت، بحاجة لكل العلماء من جميع خنقول المجالات يشتركوا مع بعض في هذا التحليل، ومش بس من جميع المجالات العلمية، من جميع الشعوب، لأنه الشعوب اللي خنقول الشرقية نظرتها للحياة تختلف عن الشعوب الغربية، لذلك تفسيرها لأدلة، المجموعة من الأدلة ممكن تختلف وتعطينا ضوء جديد لتحليلاتنا للآثار الغير مباشرة عن كيف كان حياة الإنسان الاجتماعية في الماضي. جميل. بعض الأسئلة اللي بتجينا دايماً عن فكرة الطفرات الجينية، وبعض الناس بتعتبر أن الطفرات الجينية هي الآلية الأولى والأخيرة لعملية التطور بشكل عام، وإحنا وضحنا أكتر من مرة أن الطفرات الجينية ما هي إلا المصنع اللي بيصنع الاختلافات اللي بين الأنواع المختلفة، وطبقاً للظروف اللي موجودة في البيئة بيفرض قانون زي قانون الانتخاب الطبيعي، وهو قانون منظم مش عشوائي، وآليات أخرى من آليات التطور هي اللي بتحدد أنهي نوع بأنهي صفات مختلفة هو اللي يكون ليه البقاء في البيئة وفي الظروف الموجودة حاليا، اللي ممكن يتغير مع الوقت وحسب التغيرات اللي بتحصل في البيئة. فبعض الناس بتسأل إزاي الطفرات الجينية اللي ممكن بتكون عشوائية، وإحنا عارفين كناس درست علم جينات إن هي مش عشوائية بنسبة 100%، هي بتكون عشوائية بشكل عام، لكن في بعض الأجزاء من الجينوم عرضة أكتر اللي احنا بنسميه التطفر، وبعض الأجزاء الأخرى بتكون أبعد شوية أو بنسميها الconservative genes، أو اللي هي الجينات اللي بتحتفظ بزي الترتيب بتاعها مدة طويلة جدا من الزمن، وهي دي اللي على فكرة اللي الدكتورة رانا كانت في الأول بتتكلم عن إن احنا بنقارن على أساسها، لأن التغيرات اللي بتطرأ عليها بتبقى أقل ما يمكن، فتغير بسيط فيها يدينا دليل هو التشابه وصل لحد فين والاختلاف وصل لحد فين. فالسؤال، الطفرات الجينية هل بالضرورة دايماً بتصب في صالح إنها تكون ضارة، بتتسبب في أمراض أو أعطاب، فبالتالي إزاي أنتوا بتقولوا إنها بتفسر التطور؟ طبعاً لا. هلأ هي الطفرات بتتراكم، منها تأثيرها من البيئة، ومنها لأنه الإنزيم اللي بيعمل نسخ للـ DNA فيه نسبة بيغلط، ما في شيء يعني كامل،
فكل ما بيغلط بيصير في اصلاح، ولكن بيصير في ادخال لبعض الطفرات، وهذا إشي مفيد، لانه الطفرات احد اول فائده انه هذا الاختلاف بيني وبينك، انا شكلي غيرك وغير الشخص الثاني، الاختلاف بيناتنا شويه طفرات ما بتاثر لا ايجابي ولا سلبي، انما اختلافات. وهذا بخلينا نكون جاهزين اذا صار في تغير، زي هلا لما اجت الكورونا في ناس كثير تاثرت، في ناس ما تاثرت كثير، لا سمح الله لو انه الفيروس قاتل، يعني لانه نحن مختلفين في بعض منا رح يضلوا عايش. فهي بهالناحيه الاختلاف مفيد. هلا في بعض الطفرات ممكن مع المدى الطويل هي اللي تخلينا نعيش لما تكون الظروف البيئيه تكون قاتله لانواع ثانيه منا يعني. بالتالي ساعتها بتكون إلها إيجابي لأنها خلتنا نعيش ونقدر ما نموت ونتكاثر ونجيب أولاد للأجيال القادمة. هلأ بما أنه صرنا نتطور مئات الألوف من السنوات، تقريبا كل شيء إيجابي موجود، بالتالي أي طفرة الآن نشوفها بحياتنا بين جيل وجيل عادة بتكون سلبية وما رح نشوفها، لأنه رح تقتل، يعني بيموت الجنين أصلا قبل ما تطلع، أو الخلية بتموت قبل ما تطلع، فما حتبين. هلأ وجود الاختلاف بين الناس، ممكن واحد يقول لك طب بس في واحد عنده طفرة فهذا مرض، أو طفرة إنه هو يعني مختلف. فهون السؤال إنه اللي بيحدد هل الطفرة إيجابي أو سلبي على مستوى الإنسانية اليوم ما بيصير حدا يحددها. ليش؟ لأنه ما في إشي اسمه ما في إشي طبيعي، يعني ما في شخص أو فئة من الناس نقول هدول الطبيعيين وكل الباقي غير طبيعي. نحن موزعين، كل إنسان مختلف عن الآخر، ما في إنسان زي الثاني، والاختلاف هذا هو مفيد. ولو أنه بالزمانات كان إذا واحد شوي مختلف يقولوا عنه مش مفيد أو مش متطابق مع الأكثرية، وهلأ الفلسفة أنه لا، كل إنسان فيه فايدة، وجوده باختلافه هو مفيد للبشرية بشكل عام، للمجتمع كله بشكل عام. فلما نحن نطلع على الإنسان ما نطلع عليه كفرد، نطلع عليه كمجتمع، إذا هذا بده يضله عايش كمجتمع، كل فرد في المجتمع مهم، وما بنركز على فرد واحد. وهي الفلسفة أصلاً، مع أنا بحب أحكي، بس هي الفلسفة بتذكرنا بالإسلام بحضارتنا، إنه الكل مهم، ما ونحن بنشتغل كمجتمع كيف نساند بعضنا البعض. فحتى أضعف واحد فينا بمع محافظة شو يعني ضعيف، فهو يعني إشي نسبي، هو مفيد ومهم لإحياء البشرية وظلها موجودة على مدى الزمن. كمان إضافة لكلام حضرتك إن بعض الطفرات بيكون ليها يعني جانبين، يعني جانب إيجابي وجانب سلبي في نفس الوقت. يعني بعض الطفرات ممكن تكون وجود نسختين منها عند الإنسان بتتسبب في ظهور مرض، في حين إن نسخة واحدة بس منها ممكن تتسبب في إنه يكون عنده مناعة ضد مرض تاني. وده حصل مثلا في الطفرات الخاصة بالأنيميا الخلايا المنجلية مثلا، لما بيكون الإنسان عنده نسختين منها بيظهر عليه المرض، لكن في حين لو حمل نسخة واحدة بس بيكون عنده مناعة ضد الملاريا مثلا. وده اتدرس كتير في الشعوب اللي موجودة في غرب أفريقيا وفي غيرها من الشعوب بعد كده. فالطفرات مش بالضرورة تكون يا إما إيجابي يا إما سلبي، هي أغلب الطفرات بشكل عام بتكون بدون تأثير، يعني لأن زي ما حضرتك عارفة إن الجينات الخاصة بتكويد البروتين هي نسبة ضعيفة جدا من ضمن الجينوم بالكامل. فبالتالي الطفرات اللي ممكن تظهر بتأثير أصلا على الجماعة البشرية هي نسبة ضعيفة في حد ذاتها. وزي ما حضرتك قلتي إن الطفرات الضارة هي في الأغلب مش هتكون موجودة، فاللي بيكون موجود دايما بننظر ليه بنظرة شك إنه غالبا حمل معاه جانب إيجابي ما، وللسبب ده ممكن يكون موجود. فبالتالي بنبتدي ندور على فكرة التريد اوف، ان ممكن يكون الطفرة بتحمل جانب سلبي، لكن لما ندرسها بشكل افضل ممكن نلاقي ان فيها جانب ايجابي بعد كده، وعشان كده موجودة يعني ومنتشرة. زي الطفرات اللي تسببت مثلا في حاجة زي الاكتئاب، يعني في دراسات كتير جدا في الجزئية دي ان الاكتئاب مرتبط ببزوغ الوعي عند الانسان. فهو جانب سلبي منتشر جدا، لكن انتشاره الغريب ده يدينا دليل انه هو غالبا في جانب خفي ممكن يكون ايجابي في التاريخ بتاع تطور الانسان. جزئيه طيب كمان في جزئيه اصل الانسان. احنا لما بنقول ان الانسان الهوموسيبيان تطور من نوع بشري اقدم حسب الدراسات، هو بنصب ناحيه حسب البحث اللي اتنشر السنه اللي فاتت، هو الهومو بودونيسس، والهومو بودونيسس اتطور من الهومو اريكتس، والهومو اريكتس المفروض ان هو اتطور من جنس مختلف
عن الجنس البشري اللي هو الاسترالوبيثيكس اللي كان عايش قبل 3 مليون سنه في شرق ووسط افريقيا. لما بنتكلم عن الجزئيه دي بالسرد العلمي اللي مبني على ادله من علم الجينات وعلم الحفريات والعلوم المختلفه، ازاي بنقدر نوفق الطرح ده لما الناس تواجهنا باسئله زي اول انسان كان موجود امتى؟ يعني ليه السؤال ده احنا بنعتبره علميا مش صحيح؟ يعني اكيد مش صحيح، لانه اذا نحن كلياتنا بنقرب لبعض بنضل نرجع لورا لمين الجد اللي مشتركين فيه، بما انه لذلك السؤال بضله يرجع لورا، وكل ما بنكتشف حفريه جديده بنقدر نلاقي جد لسه اقدم، او بنلاقي حفريه بنفس خلينا نقول المده الزمنيه، فبتصير الصوره عندنا ادق اكثر، فبالتالي هي زي البازل كل ما بنزيد قطعه بتوضح الصورة، بس ما أظن عمرنا رح تتوضح 100% الصورة، صحيح. لأنه ولكنها هذا جزء من اللي خلينا عايشين، إنه إحنا اللي هو الفضول وبدنا نعرف وبنضلنا نسأل، ومشان هيك ما رح نجاوب كل الأسئلة اللي بيجينا، وفي مليان أسئلة للأجيال القادمة، وهذا السبب الإنسان بيضله موجود لأنه دائما صحيح. يتبع هذا الشغف والفضول. بالتالي يعني كل ما بيكتشفوا كائن حي يمكن تطلع معنا قطعة من البازل مش عارفين كيف نحطها، لأنه في قطع تانية ناقصة ونحن مش صحيح. عارفين عنها، فبنضلنا نبحث ونضلنا نبحث، وهذه لا يعني إنه تطور غلط ولا يعني إنه تطور ناقص، إنما النظرية ثابتة، إنما بدنا نكمل البازل، بدنا نكمل القطع اللي موجودة. زائد يعني هذا تحليلنا وبحثنا عن القطع الناقصة لا ليس لها دخل أبدا في إيماننا بوجود خالق أم لا، لأنه هذه بتفسر آلية نشوء الكائنات الحية من أنواع مختلفة، ولا تتدخل أبدا في بداية الحياة خلينا نقول على الكرة الأرضية. هذا نقاش ثاني مفصول عن نظرية التطور أصلا. صحيح. أنا دايما بوضح يمكن الجزئية دي رغم الصعوبة فيها في منطقة الشرق الأوسط بجزئية إن أنا مثلا لو عندي سيارة وفيها حصل عطل مثلا، أنا بطبيعة الحال هدور على السبب الميكانيكي للسبب العطل ده. نفس الحكاية لو أنا مثلا عندي مرض مثلا، هروح لدكتور عشان يشخص الأسباب القريبة للمرض ده. يعني مرض زي مرض السكر، أنا هروح أدور على أسبابه من خلال هل في عطب معين في الخلايا البنكرياس، هل في مشكلة معينة في استقبال الخلايا للإنسولين. هدور دايما على السبب القريب. هل ده ما ينفيش أبدا إن أنا لو عندي إيمان ما أو عقيدة ما تؤمن بشيء مختلف، ده ما يعطلش ده أبدا، هو ده مسار وده مسار، وكل واحد بيبقى عنده الجزئية التانية دي مختلفة تماما في مسار مختلف. لكن إحنا في العلم ما ينفعش نحط السرديه دي مكان دي ابدا، لان دي دايما بتكون خاضعه، السرديه العلميه دايما بتكون خاضعه للتجريب والتكذيب والتفنيد، ودي امور مختلفه ما يصحش ان احنا نحط عليها السرد اللي احنا ممكن بنبقى جايبينه من نص مقدس او من ايمان ما عند الفرد، لانه احنا يعني تعداد البشر دلوقتي قرب ل 8 مليار، فاحنا مستحيل نجتمع على سردية واحدة كلنا نجمع على تقديسها مثلا. لكن العلم نقدر كلنا نجتمع عليه، والعلم مش هيقول لنا ما ينفعش تكذبوني، مش هينفع تفندوا الأمور بتاعتي، لا احنا نقدر نفند أي طرح علمي من خلال نفس التجارب، نفس نكرر نفس الأمور ونشوف هل فعلا النتائج دي صحيحة أو غير صحيحة. عشان كده بنقول دايما العلم بيصحح نفسه. كمان في جزئية برضو مهمة جدا، لما بنيجي نقول للناس مثلا ان التشابه الجيني بين الانسان والشمبانزي والبروبو بيوصل ل 98.8%، في حين ان التشابه الجيني بين الانسان والفار مثلا بيوصل ل 90%، فبعض الناس بيختلط عليها الموضوع فبيقولوا لنا مثلا لا، ما انتوا حددوا، يعني انتوا كده لخبطتونا، هو الانسان اقرب للشمبانزي ولا اقرب للفار ولا اقرب للبكتيريا؟ فبياخدوا الموضوع باعتباره ان احنا لازم نحدد لهم كائن واحد فقط. يعني أرجو أن حضرتك توضحي برضو الجزئية دي. يعني ما هو الناس بتختلف وبتتخربط لأنها مش فاهمة البيسكس، وكتير شانك أنا بحكي للناس اللي بيبدوا يتساءلوا عن جد عندهم فضول، مش بس جايين مشان في ناس بتحب تحكي بس بمشان الحكي، فبقول اللي عن جد عنده فضول يعرف،
ومن قلبه من جوا محتار، بده صحيح كمان يحط التعب، بده يتعب، بده يروح يقرأ، بده يدرس، بده يتعلم، ما بي... وهذا أصلا جزء من ديننا، إنه روح طلع الحقيقة، ما بيصير بس أحكي بدون ما أنا أستند لحقائق. فبالتالي أي واحد لازم يروح يقرأ، يدرس البيولوجي، يفهم الأساسيات، مشان بعدين نوصل على خلينا نقول البيسكس متفقين عليها، بعدين نبدأ الحوار. فأول شيء هذا كثير مهم، لأنه وإلا بصير حوار ما له معنى، لأنه كل واحد يعني ما عنده أساس مشترك لنقدر نحن نحاور بعضنا البعض. وهذا بأي علم، بأي علم لازم نحن نعمل هيك. هلا بالنسبة للسؤال، بعد ما إذا تأكدنا الكل إنه نحن شجرة، هي شجرة الحياة، نبني كيف الأشياء بتشبه بعض بناء على نسبة التشابه بالدي إن إيه، وهذا يعني هلا مع الأحياء الجزيئية هذه الشجرة اللي بنستعملها، مش الشجرات الثانية اللي هي المورفولوجي يعني الشكل الخارجي، لأنه هاي بتكون ممكن مضللة. احنا بنركز على الدي إن إيه لأنه هذا قاطع يعني. صحيح طبعا هي شغلة مش بسيطة، معقدة، وفي ألغوريزمز بنستخدمها مشان نقدر نحدد قديش بتشبه بعض، شو الاحتمالات، ومنها بنرسم شجرة عائلة كاملة، ومن هيك بيبين الفار قديش بيقرب لنا الشمبانزي. وفي أشياء زي ما قلنا أساسيات conserved، ما رح تختلف بيني وبين الفار ولا بيني وبين حتى الخميرة، لأنها أساسيات صحيح. في الحياة، اللي هي إنه أنا بدي أتنفس، تنفس الأكسجين وأطلع كربون دايوكسيد، هذا ثابت بكل خلية موجودة، فبالتالي الإنزيم المسؤول عن هذا الإشي ما رح يختلف كتير بيني وبينه. ففي أشياء نسبتها لاختلافها قليلة جدا، لكن في أشياء تانية لا، نسب الاختلاف بتكبر. فلذلك ومع اختلاف الكائنات الحية العظيمة اللي موجودة، هنلاقي عدة خلينا نقول نسب من الاختلاف، أشياء كتير كتير مش مع بعض مع الكائنات الحية، وأشياء فيها اختلافات كثيرة، وبين كائن حي وكائن يعني مجموعات الكائنات الحية رح نلاقي اختلافات وتشابهات، مش كلياتها لينير يعني، رح تكون صحيح مختلف اختلاف المجموعات اللي نحن بنتشابه او بنختلف عليها باختلاف البيئه اللي بنعيش فيها. تمام، لذلك بنلاقي الحوت بيشبهنا كثير مع انه هو في بيئه ماء، لانه في صحيح. اشياء اساسيه بنشبه بعضنا. وفي مثلا كائنات حيه على الارض رح نختلف كثير عنها مقارنه بالحوت، فبالتالي هي مش واحد زائد واحد يساوي اثنين، هي أكثر من هيك. ولذلك العلوم الأساسية إنه نروح يقرأها الإنسان اللي عنده بده يحاور هذا الإشي ويناقشه يكون دارسها مظبوط، وهذه أصلاً إثبات قديش هو عن جد مهتم، ومو بس يلا خلينا نحكي ونشارك أفكار على السطح. جميل. جزئية كمان الناس بتهتم بيها جداً، وهي فكرة ليه الإصرار على نشر ثقافة نظرية التطور في المجتمع العربي حاليا أو منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وليه الفكرة بتاعت إن دي نظرية شايفين بعض الناس إن هي ملهاش تطبيقات في العلوم المختلفة، العلوم اللي هي إلى حد ما الناس بتستشعر الاختلاف والتطور اللي بيحصل فيها، على سبيل المثال الطب مثلا وعلوم الصيدلة والعلوم المختلفة، علوم الزراعة وغيرها. فمحتاج من حضرتك برضو إضافة للجزئية دي، الجزئية الخاصة بليه مهتمين بنشر ثقافة نظرية التطور في المجتمع، والحاجة الثانية هي إيه التطبيقات اللي الإنسان العادي يقدر يسمع عنها أو يقرأ عنها لنظرية التطور استشعرنا بيها في حاجات مختلفة زي علوم الطب والصيدلة والزراعة. يعني الحقيقة يعني اللي عم قصدك مين بينشر نظرية التطور؟ نظرية التطور جزء من البيولوجي، يعني ما حدا بيقدر يفهم البيولوجي بدون نظرية التطور، لأنها هي بتعطينا الوضوح كيف صحيح. الكائنات الحية بتقرب لبعض، كيف البروتينات والجينات موجودة، كيف تتكاثر البروتينات، كيف الوظيفة تبعتها، كيف التناغم. وحتى لما بدي أدرس جينات معينة وبروتينات معينة بدي أفهم حتى التشابه بيناتهم، لأنه حتى في عنا جينات بتكون مكررة، بالتالي بيبقى صحيح. بروتينات متشابهة. فإذا أنا بدي أدرس وظيفة بروتين بدي أعرف كل البروتينات اللي بتشبهه، لأنه مثلا بالدراسة أنا بقيم البروتين وبشوف شو بيصير إذا قيمته، أو بضيفه وبشوف شو بيصير، بس إذا أنا مش فاهمة كل البروتينات الثانية بالتالي الجينات اللي بتشبهه بقدرش أدرس إشي، بمعنى ما بقدر أدرس كيف الخلية خاصة على مستوى الإنسان، خلينا نقول إذا مهتمين فقط بالإنسان، كيف الخلية الإنسانية وظائفها. وإذا أنا ما درست الخلية الإنسانية الطبيعية وظائفها ما بقدر أفهم لما يصير إشي غلط، بالتالي لما يصير إشي غلط بصير في مرض. ف
فاذا بدي افهم الغلط مشان المرض، مشان يا اما احمي انه يتطور المرض او اشافي اذا اوريدي صار المرض. فهذا كلياته مبني على معرفتي لنظريه التطور اللي بتفسر لي الجينات والبروتينات ومدى قرابتها من بعضها البعض. فاي هلا الان اي دواء عم ناخده، اي فاكسين عم ناخده، كله مبني على تحليلات للمادة الوراثية والبروتينات اللي هي مبنية على نظرية التطور. هلا بالتالي لازم تدرس انها جزء من البيولوجي فقط. هلا لماذا هي اثيرت كمسألة، خلينا نقول اختلاف، هذه الحقيقة انا برأيي الشخصي كديننا الإسلامي لا يوجد اي مشكلة واثباتات انه كان ينحكى باشباب اشباح نظرية التطور في الماضي من وقت ايام الجاحظ، وما كان في يعني ما كان في مشكلة خلينا نقول دينية او إيمانية بالموضوع، انما المشكلة الإيمانية الدينية حصلت بأوروبا وببريطانيا مع الديانة المسيحية او بعض اجزاء منها، خلينا نقول ايام داروين. واللي صار انه نحن باخر 200 سنه عندما صار مستوى العلماء والتعليم نزل في مجتمعاتنا بطل عندنا علماء، بالتالي استشهدنا بعلماء الغرب، وكان علماء الغرب اتخذت موقف من العلماء خلينا نقول الديانات المسيحيه ضد التطور، ونحن تبنينا هذا المبدا، وبالتالي فكرنا اذا اهل الكتاب المسيحيه هنا ضد، طبعا بعض منهم مش الكل، معناتها نحن ضد، مع انه نحن ما عندنا هاي المشكله ابدا، وعندنا علماء زي الجسر وغيرها ما كان عندهم مشكله. بالتالي انا بالنسبه لي موضوع التطور غير اني كعلميا يدرس كشيء واقعي، ولكن ممكن انا بشترك بهاي النقاشات فقط شيء واحد، انه احنا ان شئنا ام ابينا عم نستخدم اثار تطبيقات التطور في حياتنا اليوميه، حتى مش بس الطبيه، البندوره اللي بتاكلها والخس اللي بتاكله، ما هو هذا شو هو؟ هذا تطور من كائن حي كان موجود قبل مئات الالوف السنين مش طيب، ولكن المزارعين هن طبقوا نظريه التطور بدون ما يعرفوا لما كانوا نقوا كل بندوره حمراء طعمتها طيبه ريحتها حلوه، فنحن عم نستخدمه بحياتنا اليوميه. انما انا بثير هذا الموضوع لاني انا بشعر انه نحن لو انه اعتمدنا كحضاره عربيه اسلاميه بجميع الأجناس اللي فيها والديانات اللي تحت هاي الحضارة، لو إنه نحن اعتمدنا على فلسفتنا ونظرتنا واستراتيجيتنا في التعامل مع بين الدين والعلم ما كان عندنا مشكلة، إنما لما تبنينا فكر غربي بالفلسفة وبالدين تراجعنا لورا صار عندنا مشكلة. فأنا بثير هذا الإشي لأمشان كلنا ننتبه شو في إشياء تانية نحن تبنيناها بدون وعي، لأنه نحن دول العالم الثالث أو الدول عم تتقدم لأنه كنا تحت الاستعمار وما عندنا ثقة بأنفسنا، شو اللي إشي تاني تبنينا ونحن أوريدي منا بحاجة إله، وخلينا نركز عن مشاكلنا من نوع آخر، خلينا نلاقي مشاكلنا نحن ونترك مشاكلهم إلهم، وبالعكس ممكن نحن نكون حل للناس اللي بالغرب اللي عندهم مشكلة في التعامل بين الدين والعلم، إنه نحن نكون منارة كيف تتعامل بهذا الشيء، لأنه عندنا حضارتنا اللي هي طلعت كل الاكتشافات في الماضي بسبب فهمنا المنطقي للعلاقة بين الدين والعلم. هو أنا طبعاً يعني أنا مقدر جداً الطرح الخاص بحضرتك، رغم إن إحنا كنا في الجزئية دي تحديداً كان في نوع من الاختلاف بين وجهة نظري ووجهة نظر حضرتك في الجزئية دي. أنا معاكي جداً في أن أغلب الاعتراضات فعلاً على نظرية التطور في المنطقة الخاصة بنا هي جاية فعلاً من اليمين الأمريكي ومن غرب أوروبا، الاعتراضات القديمة اللي هي كانت قبل مثلاً 1930، وهي فعلاً إحنا خدناها يعني كافي بيست، وهي نفسها بالضبط إحنا دلوقتي اللي بنواجهها حالياً في الشرق الأوسط. وزي ما حضرتك قلتي ان في الحضارة القديمة اللي كانت في المنطقة وظهور علماء كبار زي الجاحظ وزي اخوان الصفا، الناس كتبت في بعض الاطروحات العلمية اللي هي نقدر نقول اقرب لفكرة البيودايفيرسيتي او التنوع البيولوجي، اقرب شوية من فكرة التطور بالشكل اللي قدمه بعد كده تشارلز داروين ووالس وبعد كده يعني. لكن انا يمكن مختلف شوية في الجزئية الخاصة بي ان احنا كنا متقبلين الافكار او ما عندناش مشاكل، لا يعني انا يمكن مختلف مع حضرتك شوية في الجزئية دي، ان احنا عندنا للأسف مشاكل كبيرة مش بس في اخر 200 سنة، لا يعني احنا عندنا مشاكل اكبر
من الجذور، يعني حتى من وقت وجود الجاحظ وابن سينا وابن الهيثم، دايما كان المجتمع العلمي نفسه في الزمن ده ما كانش مجتمع مؤسسي، هو كان قائم على افراد عباقرة طبعا، كان يعني من ضمنهم مثلا حد زي البيروني، يعني شخص عبقري فعلا، لكن ما كانش شغل مؤسسي زي اللي موجود دلوقتي في الحضارة الغربية. الجزئية الثانية ان كان في مواجهة الاشخاص دول قد ما هم كانوا باذغين جدا في العلم، كان برضو في مخالفات كتير ومعارضات كتير وتضييقات كتير جدا. فلو احنا بنقيس الفكرة بان احنا ممكن نكون اكثر تقبلا، انا مع حضرتك جدا، لكن لو الثقافة نفسها اختلفت، احنا للأسف ثقافتنا مبنية على فكرة الإنكار الأول، يعني بننكر العلم، كل ما نشوف علم جديد احنا بنبادر الأول بإنكاره، وبعد ما بننكره بنفضل فترة على جزئية إن احنا نتجاهله تماما ونحاول نشكك الناس فيه، وبعد كده نيجي نتحول مع السنين لأن احنا نتعامل مع العلم الحديث ده باعتباره لا ده احنا عندنا ما يثبت العلم الحديث. فالناس ممكن تتعرض هنا لتشتت غريب، يعني لما يكون في الأول أنا بقول لهم أن أنا أنكر هذا العلم وأطعن فيه وأطعن في مصداقيته، وبعد كده أتحول في خلال سنين معدودة للنقيض تماما، لأن لا أنا عندي أدلة على وجوده وعلى ما يقول العلم ده، فبالتالي الطرح نفسه بيكون غريب جدا. فأنا بشجع جدا الطرح الخاص بحضرتك إن إحنا ندفع دايما بالثقافة العلمية في مجتمعنا إنها تكون ثقافة مستقلة وتكون واثقة في نفسها، وما تبنيش أبدا على الاعتراضات اللي موجودة في أي مجتمع تاني، تبني اعتراضاتها على الأقل من داخل الثقافة نفسها، نشوف إحنا ثقافتنا نفسها هل فيها اعتراضات تحول بيننا وبين العلم ده، ولا إحنا نقدر نعمل نوع من التوفيق. أنا شخصيا مش بميل دايما لفكرة التوفيق بين العلم والدين، لكن بميل أكتر ناحية الفصل بينهم. أنا بشوف دايما ده منهج مختلف عن ده خالص، وبشوف إن الإنسان ممكن جدا يكون مؤمن أيا كان ديانته، وفي نفس الوقت العلم ده ليه تراك مختلف خالص، بيكون في منهج مختلف، في تكذيب وتفنيد وتجريب، فهو منهج مختلف تماما. لكن أنا شايف زي ما حضرتك بتقولي بالظبط إن إحنا مجتمع ممكن جدا تكون على الأقل يعني اعتراضاتنا واختلافاتنا مع نظرية التطور تكون مختلفة، ما تكونش هي بالظبط طبق الأصل، مشاكل غيرنا، لأن غيرنا عنده مشاكل أكبر بكتير مننا فعلا. يعني لو بنتكلم على مستوى الاختلاف والمعارضات، غيرنا عنده مشاكل أكبر كتير جدا مننا، عنده نصوص محتاج يتعامل معاها لأنها نصوص يعني واضحة جدا بأن عمر الأرض 6000 سنة، في حين أن إحنا مثلا ما عندناش نصوص بتقول حاجة زي كده، فبالتالي هو عنده مشكلة أكبر. فأنا مش مطلوب مني أبدا كثقافة عربية إن أنا أنحاز لثقافة هي عندها ممكن تكون عندها أزمة في الوقت اللي أنا شايف، يعني من خلال التعامل برضو مع الحضارة الغربية حاليا، أنا شايف إن هم في جزء كبير منهم خصوصا غرب أوروبا، بريطانيا وألمانيا، تجاوزوا خلاص المشاكل دي يمكن في آخر 70 80 سنة، ويمكن لسه المشاكل دي موجودة بس محصورة شوية في الجنوب الأمريكي، لكن بنتكلم لو بنتكلم على مستوى شمال أوروبا وغرب أوروبا لا، الموضوع فعلا هم تجاوزوه تماما، وما بقاش دلوقتي موجود غير في الجنوب الأمريكي وفي الشرق الأوسط بكل أسف. يعني أظن هذا ما في اختلاف آراء بيناتنا، صحيح طرحي وطرحك يكونوا موجودين مع بعض وفي توافق كبير، فأنا صحيح ما أرى أي اختلاف، بالعكس صحيح هي يعني زي ما بيقولوا الأوفرلاب. صحيح وأكيد طبعا أنا ما كنت في الماضي ما بعرف، ولا احنا بنعرف شو كتب الجاحظ، شو كتب ابن سيبويه وغيره واخوان الصفا، ونعتقد انه كانوا موجودين افكارهم ظلت، ففي وفي كمان عده مماليك وعده حكومات مرقت عليهم، فبالتالي كيف بالضبط كان الوضع لا ادري، ولكن كان هذا موجود. صحيح واكتشافاتنا العلميه دلاله انه نحن ما عندناش كان مشكله، هلا طبعا عندنا مشاكل من نوع اخر، بس قصدي خلينا نركز مع بعض دائما، نفكر شو بنقدر نعمل مع بعض بالضبط ونتقدم، عوضنا نفكر كيف نحن مختلفين. أنا هذا أساس، لذلك أنا نحن وياك متفقين ما في خلاف، خلينا نمشي لقدام صحيح نحاول نلاقي التحديات اللي تواجهنا نحلها لنمشي سوا إن شاء الله.
جميل، أنا بشكر جدا حضرتك على اللقاء. أنا يعني على الأقل أنا أي سؤال كان بيجي قدامي أثناء الحوار أنا كنت برضو بطرحه، يعني بخليه جزء من أسئلتي بحيث إن إحنا نستغل الوقت بأفضل ما يمكن. فلو في أي سؤال ممكن حد حابب إن هو يضيفه، ممكن نسمع سؤال أو اتنين. احنا اعتقد جاوبنا على الجزئية الخاصة بالطفرات وتسببها في الامراض او ان ليها جانب سلبي دايما او لا، دي جاوبناها. وجاوبنا عن فكرة الجمع بين الخلق والتطور، احنا قلنا وجهتين نظر مطروحين وفيهم زي ما الدكتورة قالت فيهم اوفرلاب كتير جدا لصالح المجتمع، اعتقد يعني لصالح المجتمع العربي بشكل عام والشرق اوسطي بشكل اكبر واشمل. فالناس يكون قدامها ده، واحنا زي ما الدكتوره بتقول احنا دايما بندور على المستقبل القريب، يعني احنا نقدر نعمل ايه للاجيال الجديده اللي جايه. على الاقل يكون التغيير حتى يكون في المستقبل القريب، مش بالضروره يكون في الزمن اللي احنا بنعيش فيه، لكن ممكن بنعمل اساس لاجيال جايه ممكن تشتغل على الاساس اللي احنا بنضعه. انا بشكر جدا حضرتك يا دكتوره، وتشرفت جدا بحضرتك على الصفحه. صفحة نورت جدا بحضرتك، وشكرا جزيلا للنقاش العلمي الهائل ده، وانا استفدت، انا شخصيا استفدت كتير جدا من حضرتك في الحوار. شكرا لك، وهذا الحوار كان جميل وبناء ومثري، وانا تعلمت فيه كمان كثير، فشكرا جزيلا لك ولجميع ربنا يخليك، الحضور وللاسبوع العلوم العربي. ألف شكر، شكرا جزيلا لكل المتابعين، وألتقيكم بقى إن شاء الله الجمعة في البث المباشر العادي بقى التقليدي على الصفحة إن شاء الله. شكرا جدا ليكم وصباح على خير.